كل شيء بطعم ولادي ما بستحمله. في ناس ما بتعرف انه انا بروح بلم تنك، في ناس بشوفوا بنتي ظاهره لبرا بقولوا الله بيعلم هي وين رايحه، بس انا بقولها بكون عم بشتغل، انا بكون عم بلم تنك. ايه انا احلام اللي كان معي سياره صح، وكان عندي محل، بس الاحوال تغيرت والوضع تغير وكل شيء تغير. انا ما بنكر هالشيء، زبالة العالم اكيد بتطعميني وبتعيشني، انا عايشه من ورايا، انا عايشه من ورا الزباله. هون من اثنين بربطهم ببعضهم، بكونوا هني فاضيين ومعي عصاي. هلا ومعي عصاي عشان احملهم، بس بدي احملهم بحملهم هيك وبعد هيك، يعني شو بلاقي مثل مثلا سله تكون مكسوره، مثلا سطل لبن، مثلا سبراي، مثلا كل شغلات حديد بقيمة وحطة. بس بدنا هيدا بنعربهم، بعربهم وبيعهم. أنا أول مرة، تاني مرة، تالت مرة استصعبتها شوي، بس هلا ما بستحي. كل شي بطعمي ولادي ما بستحي منه، وأنا يعني بقولها لحيالله مرة، لحيالله مرة ما قادرة تطعمي ولادها ما تنزل لحدا، تروح تلم. منه غلط، منه غلط اللم، كل شي بطعمي ولادها الوحدة ما تستحي منه. وأنا أحلام اللي كانت العالم تعرفني صح، أنا كان عندي محل وكان معي سيارة لإلي، بس كله تدمر يعني ما عشان شيء. أي البيت أنا اللي أنا اللي كنت مسطورة فيه احترق، وكان واحترق ابني كمان بفخاده من فوق من هون هي، وأنا كمان هوني من خلصه، وبنتي الصغيرة اللي شوف على الكاميرا الحريقة، وبنتي الصغيرة كمان احترقت هي هون اجري وبطنه شوي. وانا احترقت بايدي. ابنك وبنتك بالحريقه ايه. كمان هيدي البنت اللي احترقوا كمان اجريها كان بالحريقه كمان. ايه خسرتي كل شيء بالبيت؟ خسرت كل شيء ما عشان شيء. صرتي بالشارع؟ فلقيتي هيدي الغرفه لت ضبك انت وعيلي؟ ايه لا مش دغري قعدت هون، لانه ما كان معي مصاري، ما كان عندي شيء. اول شيء قعدنا جوا بالتعمير بدرج، يعني مثل تحت مدخل بناي وشتي وهيك، وقعدنا جوا انا وولادي لبل ما انه تفرج شوي. رجعتي لقيت البيت هون؟ رجعت 300,000. كان عندك محل سكرتي عم بتقولي؟ ايه. ليه؟ سكرته محل شو؟ محل احذية. سكرته لانه صار كتير غلا ومعش انكسرت، يعني معش قدرت اقدر اجيب بضاعة، عرفتي؟ يعني صار الدولار بيطلع بيطلع، يعني اذا بدك كنت تجيب مثلا ب$2 اعرف حالي انه بعيب 15 انت كسبانه، 5 دولار يعني 7500 بعي وانت الكسبانه. ايه. بس هلا $5 قد ايه؟ يعني ما انا ما بقى فيني اجيب، قد ايه بدك تبيعي؟ فسكرتي المحل؟ ايه. بعتي سيارتك؟ وبعت سيارتي، بعت سيارتي لما احترق بيتي، عشان بعتها كسر كمان، بعتها كسر. كمان بتلاقي محل بسرعة تقعدوا فيه؟ ايه، يعني ما عرضت انه انا بدي بيع، بعتها كسر دغري. لانه خلص كل شيء. فصار الخيار. جوزك اساسا شو كان يشتغل؟ جوزي اثناء كان يشتغل بالبرمة، بلف برمة. طلعوا بيوم العيد، يعني بيوم اللي انا كنت محتاجه انه خلي بنتي الصبيه تعيد، خلي ولادي يعيدوا. انا بالعيد قسم بالله العظيم كان ابني عم ببيع توم، فوت على المخيم جيب توم وابني بيع توم.
وهلا ابني عمره 11 سنه، هلا بعد شوي بيجي وبتشوفي حامل اكياس وعم بلمتنا. هو اللي كان هون على لا الصغير وهيدا بيروح، بس هيدا بعد الفطور كمان. شو بيعمل كمان بلمتنا؟ ايه باخد ابني اللي عمره 11 سنه باخده معي كرمال، بس بدي اقطع طريق ما حدا يمرق يشوف من اللي انا بعرفهم، خلص بعطيه لابنه بقطع، يا انا قبله يا هو بيقطع قبلي. صعبه وبستصعبها اكثر لما بيجي حدا بيعطيني، يعني صعبه وصعبه علي لما بكون حدا مارق وشايفني وعم يعطيني مثلا هون بحسها صعبه. او حدا بتعرفي جربت تروحي على محلات ما حدا بيعرفك فيها؟ كرمال اخواتي ما بهون عليهم، بس انه انا مضطرة يعني، وحتى انا اخواتي بعتذر منهم لانه اذا شافوني وحطيتهم بهيك موقف انه بكون انا مضطرة. يعني انا بقول الشغل منه عيب، شو ما كان مش عيب، يعني تطلع لي 120 130 140 هيك كل التناكل بتلمون، يعني 150 من المستحيل كانت اول شيء تطلع، بس هلا لانه كثير كثير كترانين. يعني انت 120,000 سقفه 150,000 على انت وجوزك وابنك وابنك عم بتروحوا من الصبح لبالليل تلموا تناكل تجمعون، يعني ما قديش بتوصل نقسمهم عليكم يعني انجا ما بيطلع. شو بيعملوا 120,000 هلا؟ ولا شيء، بتجيبي كيس حفاضات. اذا بدي اجيب كيس حفاضات لبنتي حقه 50-60,000، بجيب له حفاضات فلد، انا بجيب لبنتي حفاضات فلد حق الواحد 1,000 لا توفر. ايه وبحاول خليها فيه كمان، يعني بحاول اذا ما هيدا بخليها فيه لما تعوزي اكتر من حفاضين باليوم. ايه انا عايشة من قلة الماضي كتير قد ما بدك، وظلم الناس كتير لما انا بحط كمان بناتي بالبيت وبحط ولادي بالبيت لحتى اروح اشتغل. في ناس ما بتعرف انه انا بروح بلمتنك، في ناس بشوفوا بنتي ظاهره لبرا بقولوا الله بيعلم هي وين رايحه، بس انا بقولها بكون عم بشتغل، انا بكون عم بلمتنك، يعني لانه عيشت كتير صعبه ما حدا بحس بالتاني الا ليعيش معه ويشوفه ويجربه، بس انا عن جد كتير عيشت صعبه. وصلت لمحل انا كنت حط لهم لاولادي خبز وشاي، انا وصلت لمحل حط لاولادي خبز وشاي، وصلت لمحل نحن ما نشوف لا الجبنه ولا اللبنه. اولاد بدهم ياكلوا. هلا عيطت لابني بقول لك انا شعبي لي معكرونه بجبنه، بس انا ما قدرت اعمل له معكرونه بجبنه، انا ما قدرت حتى مشاوي ما قدرت، يعني نحن عنا هون اللحام هيدا الدماسي اللي ورانا بس يشوي بنتي بتفوت بتسكر الباب، ما منقدر نجيب اللحمة. تضايق بنتك؟ ايه بنتي صبية يعني قاعد تتضايق اكيد، بتفوت بتنام يعني خلص بتفوت ماما بتسكر الباب ورجع بلاقي كل لحمة. ايه ما بقدر جيبها، اوقات بلاقي بندورة بلاقي بزبالة بشيلهم، يعني بكونوا مناح شوي بشيلهم خبز بشيلهم بجيبهم على البيت. ايه بجيبهم على البيت قسما بالله بجيبهم على البيت. مثلا حليب لبنتي هديك المره لقيت علبه مسكره بتاريخها منيح يمكن بالغلط كاتبينه جبتها لانه بدي طعميها، شو بدي اعمل يعني علبه النيدو الكبيره حقها 105,000 الف اللي الولد ما بيقبلها بشتهيها. شو بجيبه فيها؟ ألف جرب الخبز. واصل لهالمحل. ايه ايه شو صاير معك؟ ايه واصل لمحلات انه انا بدي 5,000 بس جيب 2,000 زعتر وخبز للولاد، واصل للألف لجيب حفاض لبنتي. انت عم تقولي لي ما بتعمل شيء، بس انا مستحي اقول لك انه بتعمل لي حفاض لبنتي هي الألف، اكيد ما حتجيب خبز بس هتجيب لي حفاض لبنتي. بجيبهم في شي بكبوه بالعلب، يعني بشمهم بلاقيهم مناح بجيبهم.
قد بتستصعبيها احلام هيدي؟ قد ما بدك هيدي قد ما بدك وبختنق فيها بس ياكلوا ولادي. بتقولي ماما من مثلا من وين هولي؟ بقول لها ناس اعطوني اياهم انا ما عم بلم. يعني حتى بس لما اروح احمل الاكياس الشوال على كتافي وروح يعني بنتي بتبكي، بنتي الكبيره بتبكي. بتستصعبها؟ ايه بتستصعبها. انه شو اما يعني هيك اعطينيها مثل ما هي. بحس حالي انه انا مزلولي للعالم وبقول الله يلعن الزمن اللي وصلني لهون. شوفي كان في ناس كابين لوبية طلعت فيهم قلت يا حرام الشوم عن جد انا كنت مشتهيتها. في ناس كتير بتكب شغلات، كتير بتكب اكل، في ناس بتكب لحمة، لحمة لحمة كبيتها لحمة. يعني حتى لو براد منزوع او ما في كهارب او ما في اشتراك انا بفضل يعطوها للفقراء بس ما يكبوها حرام لانه في ناس مشتيتها. يعني مثل بنتك اللي بتشم ريحه بتسكر الباب. بتسكر الباب بنتي. بتلاقيها كثير صعبه قشه انت يمكن قشه بتكون انت عم في بندوره مثلا بلاقي مثلا خيار بلاقي مثلا مثل ما عم بقول لك حليب حليب لبنتي لقيتهم جبتهم علبه مختومه بس شو بدي اعمل جبت لها اياها. ما كنا عم نقولها بتجيبيهم الولاد بقولك منين بتقولي حدا اعطانا هن. حدا اعطاني هن بتقولي بنتي مثلا ماما من وين هولي؟ ماما حدا اعطانا هن. خبز مثلا ماما ناس اعطوني اياهم بس ليه مفتوحه يا امي؟ في ناس كتير خبز مفتوح. ايه بقول لها ماما مثلا وحده ستت لي هن عن البرندا، وحده انا ماشي اعطتني هن، حدا عيط لي وقال لي خدي هول. هو بكون ما حدا يعني بس انا ملاقيتهم يعني بقول حرام بياكلون. هاي المعاناة أنا عن جد عايشة فيها. بستصعبها لما بشوف بولادي عم ياكلوها حاطة الأكل أنا وعم ياكلوها. إيه بستصعبها. يعني أنا هيديك المرة طلعت لميت من يومين لقيت بهارات وما بهارات وهيك جبتن. جبتن يعني شو بدي أعمل؟ بحطن. هن منيح بس إنه يعني بالنسبة لي. عاد عندك أحلام؟ عندي أحلام؟ إيه عندي أحلام. بقول اسم على مسمى بعد عندي احلام. ايه عندي احلام، عندي احلام بس يكبر اولادي ان شاء الله بعيشوني ان شاء الله بعوضوني كل اللي انا كنت محتاجته بعوضوني هم. عندي امل باولادي كبير. ما عندي شيء بالبيت، عندي رحمه الله واللي بحب يساعدني انا ما عندي مشكله. يعني بكون كتر خيره لانه يعني ساعه بقول انا بتحمل ساعه بقول انا ما عادش قادره اتحمل. يعني أنا لما عم بطلع عن جد أنا ما عادش قادرة أتحمل. جوزي بياخد دواء ضغط ما بعرف شو هو، خزقت الورقة لأني ما بقدر أجيب له. عنهم هم ولا بياخد توم بس يطلع ضغطه بياخد توم وبينام. ما بقدر أجيب له الدواء. عصير التوم قلتي لي خليتي ابنك يبيع توم بالعيد. كان الثوم برا ب3000. فتت انا على المخيم جبته ب1005. مخيم على الحلوه؟ ايه لا ب1000 جبته والله الكيس. وصار ابني بيعه نفس الشيء الحمد لله. بقول هيدا ولد يعني بيشفقوا عليه بياخذوا منه بالعيد. كل الاولاد كانت عم تعيد وابني عم ببيع ثوم. الشيء مش موجود عندي، ما عندي شيء موجود. تعبت من كل شيء، تعبت من كل شيء. لازم كل يوم يجعني راسي بشيء. التفكير بالولاد والتفكير بالاكل والتفكير بالشرب والتفكير كيف بدي ادفع اجار البيت والتفكير كيف بدي امن حليب لبنتي كيف بدي امن الحفاضات. يعني عم جيب الحفاض بالاف بخليها في ساعتين ثلاثه. لما بتظهري بس ما بتلاقي تمام بتطلع بتنكشي بكون في حدا سبقك. ايه ايامات تكون يعني انا طالعه في حدا ماشي لقدامي خلص برجع على البيت. يعني بقول معش حتلاقي. ايه معش لاقي برجع ضب الكياس وبرجع. هو اللي بيسبق مثلا خلص بكون ملاقه. بس هلا صارت العالم حتى ببيوتها يعني صارت بتحسيها قليل لحتى عم بتكب. مثلا مثل سط اللبن
حسي ناس قليل صارت عم بتكب وعم بجيبوا هول علب البلاستيك. ايه هول ما بينراحوا يعني ما بينباعوا. مثل كنا نلاقي مثلا جلانات ديتول هول كانوا يعملوا معنا علب السمنة. في الشغلات مثلا تحف بتلاقيها مكبوبة هيدا انه ما بتلزمني. في ناس بتاخد في محلات مثلا بتهوى هاي التحف هن ببعوها يعني. في شغلات نحاس بتلاقيها كمان هن بيرغبوها يعني كمان ببعوها يعني. وشغل البيوت يعني صار في ناس ما عادش تقدر تفوتي على بيوتها. انا فتت على ناس بيت ونزلت وظهرت. صار معك؟ فتت على ناس بيت سويت لها البيت وخلصت لها اياه وما يعني لا بحمد ولا بجميل يعني. انا حطيت اجر طريق 4x4 عطتني 20,000. وفي ناس تانيين كمان خلصت لهم البيت اجت عمتها قالت لي هيدا منه شغل. مسكت السطل وقالت لي بترجع بتشط. انا لو ما مضطره ما بروح بشطف لك بيتك. انا لما كان وضعي منيح كانت تكون تجيب حدا يشطف لي بيتي بس انا ما عامله هيك عرفتي يعني. نزل ولادي معي انا على المحل يقعدوا عند امي وجيب وحده انا مثلا كل جمعه تسوي لي البيت. قلبت الايام. قلبت الايام بس ولا مره عملت ولا مره عملت الناس هيك. شوف ناس شوف نسوان عم بتلم تنك اجي انا قيم من قلب السياره واعطي العالم اعطي هاي المره اللي عم بتلم. صرت انت عم تلمي. ايه ايه انا احلام اللي كان معي سياره صح وكان عندي محل بس الاحوال تغيرت والوضع تغير وكل شيء تغير كل شيء تغير. ليش صعبه تبعتي ابنك لعمره 11 سنه كمان يعني هلا هو منه موجود بالبيت كمان ايه. عم بيلم تنك ابني بفيق. انت بدك تحكي معنا يعني انت بهذا الوقت بتكوني كمان برا. ايه انا مثل اليوم انا عندي شغل بس وحتى يعني استصعبتها لانه بتروح يعني من يوميتي عرفتي انه بلم وبقول في ناس بتعطيني 5 في ناس 10 بيجي بجيب لهم فيها شيء للاولاد يعني بيقفوا عنا بيعطوك. ايه هيدي بحسها صعب شوي. هيدي بحسها اول ما واحد اعطاني مصاري قلت له انا مني هيك. قلت له انا وضعي ما كان هيك. انا اول مره كنت اول مره بحياتي بلم يعني حسيت حالي حغيب عن الوعي لما اعطاني مصاري. قد اعطاك؟ اعطاني وقتها 50,000 بس جيت فرحان يعني بكيت وانقهرت بس جيت فرحانة. جاي ب50,000 عادة. ايه وجوزي بس يروح. في ناس بتعطيه حلو. ايه في ناس بتعطيه مثلا خضرة في ناس ربطة خبز في ناس هيك كيس شرا صغير بقولوا له هلا الاولاد انه كونه بشوفوا مع اولاد يعني. بس انا البنات ما باخذهم معي ما فرجيها لبنتي هيك. هي بتبكي بس انت ظاهره. ايه هي انا وظاهره بتبكي يعني. اول شيء كنت اظهر بالسر حتى عن بنتي حط الكيسان على البرندة على جنب قبل ما تشوفني بنتي وروح. بس شافتني قالت لي ماما انت رايحه. اللي بس تشوفوا حدا عم بلم تنك ان كانت مره ورجال كبير ولا صغير ما حدا يتعرض له بكلمه لانه هن عن جد بكونوا محتاجين. واللي بتلم تنك يعني انا بحييها للي بتلم تنك. الشغل منه عيب بس عادي ما حدا يستصعبها. لو عم تاكلوا من الزباله نعمه الله شكروا الله واحمدوه انه عم تاكلوا انه الحمد لله. انا هيدي اللي بقولها للي بلم التنك ما يزعل وما يتضايق وخلي ايمانه بالله كبير. اكثر شيء بشفق على ابني عمره 11 سنه. هيدا الوحيد اللي بشفق عليه. ليه؟ انه هو بالعيد مثلا ما بيظهر بيروح بدبر شغل. هو هيدا ولد يعني لازم يلعب يعني. بيجي مثلا مع 10,000 بيجي فرحان بقول لي ماما انه ليك جبت لك 10,000 بس انا بكون محروقه عليه. هيدا الولد اللي بكون ابني مثلا جايب لي اياه على 10,000 بكون محروقه عليه. بشوف ناس على التلفزيون حاطين هيك شغلات مثل هيك يعني بقول بتجيهم مساعدات بقول يا الله طيب هول كيف بيوصلوا مثلا يجي يشوفوا حالتي. والله حالتي بتحزن انه كيف هول الواحد بيطالن او شيء
بنهقر مثلا بلاقيهم عم بيجيبوا لهم اغراض او شيء، بقول ان شاء الله هيك انه مثلا يجوا بفرحوا قلبي قلب اولادي على الشغلات اللي انا ما قادر اجيبها لاولادي. زبلت العالم ايه بتطعميني وبتعيشني، انا ما بنكر هالشيء، زبلت العالم اكيد بتطعميني وبتعيشني، انا عايشه من ورايا، انا عايشه من ورا الزباله. وهيدا كان وجع احلام اللي كانت عايشه مستوره كل عمرها لحد ما انحرق بيتها، سكرت مصلحتها وبرم فيها الدولاب. وصل فيها الحال انه تلم تنك هي وولادها وجوزها، وسقف احلام صار انها بس تامن حق قيمه الاكل. Oh.